السلام عليكم. السلام عليكم العزيز. نبداو كيفاش قلت لي القصه تاعك؟ ملقيت بيها وين كيما هكذا، وبعد كان عندي واحد صاحبي كيما هكذا قال لي هذا ماشي تروحش لوروب. انا كنت شغل مديرها في راسي وماشي مديرها، سما ماشي بورسنتاج كبير عندي، سما ماشي مديرها هكا. قال لي ما تروحش لوروب. ايه قلت والله ما نعرف، نخمم فيها. المهم كانت عندي واحد الفيلو كابعتها كيما هكذا، درت فيها درت فيزا تاع الترك. يا سيدي درت فيها فيزا تاع الترك وخدمت التليفون عندنا في قسنطينة. بعد التليفونات شوية لميت واحد 5 ملايين، لميت 5 ملايين. هيا رحت جيت نكري من الجزائر، لقيت البيت الطيارة قريب 4 ملايين وشوية من الجي لاسطنبول. ايه قلت هذا بزاف اصلا، انا عندي ديجا 5 ملايين ولا 6 ملايين نحطهم كل في الطيارة. اي بقيت نسقسي كيما كا واحد لاجونس، قالوا لي قال واحد لاجونس كا في قسنطينة، قلت له نقدر نحوس على طيارة تكون رخيصة. قالوا لي من تونس يا من ليبيا. اي سيدي رحت لليبيا، قال لي واحد السيد روح لليبيا. اخر واحد السيد كان تما ديجا راح للترك وعاود راح وعاود هبط، وصل لليونان وعاود صرا له، كان ديجا في فرنسا، كان في طليان، كان في نابل، عايش بكري في نابل. ومن بعد صرات مشكلة اكسبيلسا ودنيا، ضرب من الترك ضرب ضرب ضرب، ومن بعد ما صلحتلوش اي عاود ولا اسمه حقه. اي قلت له سقسيته سقسيته، قال لي روح من تونس ولا من ليبيا. اي ركبت ليبيا، رحت ليبيا، رحت ليبيا ديك تما ليبيا، لقيت الدنيا معمره. اول خطا نخش ليبيا معمره بالكحاش، معمره بالمصريين دنيا. وانا كنت صغير في ديك 24 سنه وما نكذبش عليك، كنت خايف شويه. اول خطا نخرج من البلاد صاحبي. اي مشيت مشيت كيما كان، ريزيرفيت في الطياره، طلعت كيما كان، طلعت في الطياره وشفت الطياره راحت لاسطنبول. وصلت في الليل وشغل فارغه، غير انا وواحد 6 العباد راكبين في الطياره كامل. تشوف قدام الطياره قد تسخط، وحنا غير في 6 برك راكبين. ركب قدامي واحد السيد كيما، مش انا ركب قدامي الحقل، لقيت واحد السيد راك تعرف صوتي من كرسي من كرسي من كرسي، غير بان السقسيه برك هكذا، نحب نفهم البلاد اللي رايح لها كيفاه، واش يدير واش ما يديروش. اي وصلت سقسيت سيدك وقلت له كيف انا كنت حبيت نروح للترك ودنيا من هنا، وكنت حبيت نروح من تما نهاجر طليان ولا حاجه. المهم ما يعرفش وغادي يقول لي علاه دير كذا ودنيا، زاد طيح لي الموال خلاص. المهم ما عليناش، مشيت كذا وصلت لليونان. سبحان الله ربي كي حب يكون مع عبده صح. وصلت استغفر الله ربي، وصلت للترك، وصلت للترك كيما كان. نزلت اخي تنزل في المطار، عندك واحد المطار الله يبارك، انا جامي شفت المطارات هذوك. المهم في الوقت هذاك درك الجزائر قالوا لي كاين مطار مليح هذاك جديد. دخلت كيما هكذا هبط في المطار، ومن بعد ما نعرفش انا عند مبرش مليون هذيك تاعهم، هذاك الواحد اورو تاعهم، شغل واحد ليره، واحد ليره هذيك تكرب بها من المترو زعما، تهبط لتحت تكرب من المترو يديك الشغل تقريبا لافيل ماشي السنتر، عند لافيل هذيك تقسيم والله ما على باليش كيف اسمه. احكي لك هذه عندها 18 سنه الحكايه، نسيت شويه الحكايه تترك. وصلت تما وفي الليل كيما كان كريت لوطيل ب 15 اورو، ما عرف قداه بالليره تاعهم. المهم صر عطيتو هما مالغري تكون عندك الاورو يقبلوا الاورو ديريكتوم، يقول لك الاورو الاورو ماشي مشكل كونترا تعجبهم. وعندك في الترك الوقت هذا الوقت هذاك شويه يديروا، كاينين جزائريين ودنيا يستناو شغل الناس دوك اللي هابطين حابين يحرقوا، يبداو يلموا 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 ويخدم مع لوطيل، زعما يجيب له 10 تاع الناس كي يرقدوا عنده في لوطيل يدور معاه، فهمت؟ تو انا كيف يخدموا تما، يشوف زعما 10 تاع الناس يجي يدخلهم للوطيل ومن بعد يخلصهم. يما لوطيل هذاك يسلك عليهم ومن بعد يعطي له شغل بورسنتاج ليه كي جاب له دوك الكليون لي كليون. المهم انا ما دارهاش هذيك، انا شفت الناس كانت داروها لهم هذيك. اي يا سيدي مشيت قلت لك نوض الصباح، بقيت كنمشي كذا واللي نشوفه شغل تشبه فيه يشبه شويه العرب نروح نسقسيه، ساعه نطيح فيه هندي ساعه نطيح فيه. المهم حتى طحت في واحد الجزائري قال لي طلع واحد البلاصه كيما كتهبط تلقى واحد القهوه اسمها القهوه تاع الحراشي، الحراقه ما يعرفوها، واحد الحراشي تما قديم وقديم تما الحراشي. رحت تما في كوم كابي، هذه البلاصه هذه سوق اللي جايه في السونتر، بس في كوم كابي قدام واحد البلاصه اسمها باب البحر هذيك. وصلت لتما دنيا، المهم تلاقيت الحراق هذوك لي زونسيا. اي الله يبارك شفت كي شفت لي زونسيا هذوك تما، وكيف شوف نظرات كي تكون جديد وتشوف لي زونسيا حراقه تما تبقات واحد زيك. شفت لي زونسيا هذوك الله يبارك، ما من اللبسه والهضره كيفاه يهضروا حاجه خلاف، ماشي كيما نجي من البلاد اسمع باينك تعرف جاي من بلاد عريان ما نعرفين ما نعرف لا واش من لا دروات لا غالب. ولي زونسي دوك يعرفوا كل شيء محل بين ديجا.
بغيت نشوف ما كيما كاين، وما يعطيوكش الوقت، راه ما يحلبوكش، راه ما يحلبوك ليزونسي تاع ليزونسي، والله ما يحلبوك. المهم بقيت هكذا هكاك، لقيت واحد واحد العزابي قال لي نديك، عطيتو 60 يورو حشاري، مداني ما والو، راح سكر بيه. واش دير له؟ ما نعرفش. دخل عاد قالت لي 40 اورو في الجيب. المهم كريت واحد الجماعه في واحد الخربه، كريت معاهم، راني ضربت 17 يوم في الترك انا. المهم انا من الحراشي داك حشالي، ما رجيش ندير له، وحكموا خطره ضربوه، وما نعرف كيف. واحد الحياه في الترك هذيك، لا اله الا الله، واحد الحياه في الترك هذيك، لا حول ولا قوه الا بالله، واحد الميزيريه والله. ما عيط نفطر شاي عندهم، هما يبيعوا ديك حلوه الترك، تعرفها؟ اه بزاف بلاد. ها ها حلوه الترك، ويبيعوا للبن. واش ندير انا؟ يروح نشري واحد 25 غرام هكذا ولا حلوه الترك، ونشري شويه البن هكذا، وياك تعرف نكوبي لابيتي، وصايبه ما بقاش لي ستوما تعيط، وصاي هذا هكاك فهمت والله يعني. تقريبا. هذا ما كان المهم ساعه الطماطم، شري طماطم كي نعدي على الحوانت كيما كان، لقى كعبه طماطم والله حاجه كيما هكذا، نهزها نركز نهزها، ونروح نشري خبزه هكاك بواحد 20 سنت ولا حاجه. المهم لقم هكذا، المهم شوف النهار لقم من ما كانش تسرق، ودوك الجماعه اللي يسرقوا تما يقطعوا يا ولدي ويحكموك، تراك تسرق يا تولي دوموندي الموت ديريكت، دوموندي الموت ماشي دوموندي البلاد، دوموندي الموت، يكسروك بالضرب. المهم انا ما سرقتش الحمد لله، ما سرقت التربه، ما نعرفش، جديد جاي من البلاد وين نعرف نسرق انا؟ هذوك لي زونسي اللي كانوا يسرقوا تما، يسرقوا الفضه، يسرقوا بزاف حوايج، القش طالاج. اي سيدي قلت لك المهم العزابي داك، لقيت واحد تاني. المهم العزابي داك دار لي دراهمي، ما لقيتش كيف ندير. اي سبحان الله، جا واحد السيد كان حرق ديجا في اليونان، وركبوا في بابور غلط، مبطهم من لافريك. اي كي شافوا روحهم هابطوا، جا هابطوا لافريك، عيطوا قال لهم بلي احنا يمكن جات لا ماري من البلاد ودات. والله ما على بالي كيف الحكايه، ما حكي ليش، ما حكي لي، ما حكيت له. قلت له اخويا تقدر تديني معاك رحله؟ قال لي ماشي مشكل، قال لي وجد روحك، قال لي اليوم، قال لي اليوم ولا غدوه نروحوا. ترى وصلت هذاك، وصلت للطليان، اي مت بالفرحه كي راح نخرج من الترك. مشينا رحنا لاديرنا، المهم الناس الحراق هذيك ما يعرفوها، احنا رحنا لاديرنا، رحنا لاديرنا من تما، من اديرنا. المهم قال لي قدمنا شويه ديك اديرنا الكراجات هذيك، المهم بان لنا شويه اليونان، بلا ما نحكي لك زعما كيف درنا، ورحنا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى وصلنا لواحد البلاصه، واحد الرايه تاع الماشينه كيما هكذا، كاينه منها بلغاريا ومنها اديرنا دي سنك كيف اسمها، والله نسيت كيف اسمها، واحد البلاصه، واحد الفيلاج الاول تاع اليونان. وكانوا قالوا بكري كانوا يحكموك في واحد البلاصه اسمها بعيده 300 كيلومتر، تيسانوليكي لا تسمع بها. يصارونك ما الدخلة هذه؟ لا تيسانوليكي دايره هي عندها قريب واحد 150 كيلومتر، قال لك يحكموك في تيسانوليكي، عاود يردوك للترك. وهذوك الناس أرسيادة تاع، فهمت. وهذوك الناس اورسيادا، الفيلاج هذاك هو الاول اسمه اورسيادا، هذاك هو اورسيادا، هذاك اللي نركب منه، اللي ركبنا منه، كان واحد، كان واحد الترا كل يمكن ساعتين ثلاثه تعدي من تما واحد الترا. كان واحد واحد التركي يعرفوه الحراقه، كل ليزونسيا يعرفوه الحراقه، اسمه روبوكوب، يا ربي كيف اسمه، كان مكسر الحراقه، يعرفوه يعرفوه، يدقدق الحراقه بالضرب. مهم يعني وصلت تما من هنايا انا والسيد هذاك الالجيروا، كي وصلنا للأورسياد هذيك ولا كيف اسمه، قال لي درك درك نتفارقوا. شتي كي قال لي نتفارقوا تخلعت، قلت لك فرا نكمل وحدينا، ما نعرفش لا لغه لا حتى حاجه، كيف عندي يا ربي، ربي كيحب زعما يعاون بنادم، والله ربي كيحب. دخلت كيما هكذا التيكي جوا 8، المهم بقيت مخبي مخبي كيما هكذا، اي جوا 8 الصباح دخلت، وعلموني في واحد الحراقه، علموني في واحد الكلمه نقول هذه اللي تعلمتها برك لدرك مازلت حافظها، انيستيريا تيسانوليكي، يعني تيكي تيسانوليكي، انيستيريا تيسانوليكي. قلت له اخويا اعطيني، دخلت كيما هكذا لذاك اللي يبيع التيكيات، اي وجه صفر خلاصه، وقال لك زعما بكري يحكي زعما، يقول زعما كيبيع لك تيكي كيحب يقود بيك، يدير لك من وراه تيكي حمر، شغل يخربش لك من وراه تيكي، يدير لك واحد الكروه حمراء، زعما كيشوف الكونترولر يعيط الحناشي ولا يعيط العسكر، يقول لهم بلي هذا حراق، يجيو يمسحوك يديوك زعما، هذيك هي حكايه كامل تاع حراقه، ما كانش منها، هي حكايه خرطي برك، غير خرطي في الخرطي. هاي المهم طلعت كيما هكذا، انا كريت جوا 8 حتى ل 12 باش يجي لي، يجي الترام،
ايوا ترى دار روتار، كي دار روتار ترى جاو لي بيس، جاو لي بيس تيسانوليكي وجاو لي بيس تاع الكسندرابوليس، هو يعيط وانا ما على باليش هو يعيط. ومن بعد بنيت هيك ربي سبحان الله قاعد يمشي فيها، دورت واحد الطفله هكا درت لها غير البيه كبرك في يدي هكا، نعتو لها كبرك، ما قلت لها لا كيفاه ما نعرف حتى اللغه، درت لها كيما قالت لي شغل هضرت معايا باليونانيه، قالت لي هذاك هو البيس تاعك، انا تبعت تبعت سويفيت يدها وانا رايحه، واش من بيس، يا هذا يا هذا، تبعت البيس هذاك اللي قالت لي هذاك ونطلع فيه. كي عطيت الروتسيفر عطيته شاف التيكي، المهم بالنومرو، بالنومرو سما الكرسي 55 ولا 53 ولا 12، رحت تبعت كيما كان قال لي هضر لي باليونانيه ما فهمتش باقي نشي، جيت مريح في واحد البلاصه قال لي واحد السيد نوض نوض هايك بلاصتك ليه، فهمته زعما باللغه بليماج فهمته، اي مشيت وريحت تما وغير ندعي فيه ربي واحد ساعتين ونص ثلاث سوايع ندعي فيه ربي في الصلاه، عمري ما استغفر الله يا ربي. المهم كان ندعي ندعي ندي وصلت للبلاصه هذيك، المهم وصلت وصلت حتى وصلت عليك حتى وصلت، المهم اتينا، المهم وصلت عليك وصلت اتينا، وصلت الصباح اتينا، قلت لك يا خويا وصلت وصلت الاتي وصلت الاتينا هذيك المره، كي وصلت لك سبحان الله هذه الاوروبا اللي الناس راح تقتل روحها على جالها هاني فيها، شغل جات شغل منامه كمنامه. وصلت كيما هكذا وما نعرفش تاني كا، وباقي نمشي كاك وحدي في الزنقه كيما كا، شفت واحد بالموطو كيما كا، ما عرفتش كيما نقول له ميسيو، قلت له ميسيو ميسيو كيمشي كيما، قلت له اللغه المهم طافي ما عندي حتى لغه، مبطل في السابعه انا ما نكذبش عليك، انا مبطل في السابعه بصح والله الحمد لله الهولنديه نهضرها بارفكت، تعلمتها. الفرنساويه تاني ناكل يا خويا نسيتي. وصلتي باقي نهضر ما قلت بعد انا نهضر معاك كيما كان، قال لي اهضر اهضر بالعربيه ما تتعبش روحك. إيه ابن عمي، قلت له عربيه، قال لي مغربي. إيه قلت له مرحبا يا سيدي، قلت له ولدي انا من الصباح نجي في روحي ونحرق وعرقان وقال نحب نخرج يطلق. المهم قلت له اخويا نحب نروح لبلاصه تاع العرب ما كاينش، قال لي كاينه واحد البلاصه يعيطوا لها سوق الحراميه لا تسمع بها، نسمع بها هذه. ها السوق الحراميه، قال لي اسمك في عيطوا لها البلاصه هذيك والله ما عرفت كيف يسميوها، المهم سوق الحراميه. قلت له اخويا غير نعت علي برك، ركبني في الموطو وحراق هو ثاني عنده الموطو، عند تما كي تحب دير خرطيه صافي يولي عندك تشري طوموبيل تشري موطو تشري كلش، ركبني في الموطو وداني، ايا داني دخلني حطني كيما هكذا، وانا كنت نسمع، وانا كنت نسمع بكري كاين واحد اسمه عمار المايسترو واحد قسنطيني، وانا غير نسمع به برك، ايا نسقسي نسقسي نقول معمار المايسترو كي عاد قسنطيني اسمه، قلت معمار المايسترو عمار المايسترو، قال لي وراك دوك ينوض، اي من بعد باقي من بعد راح سيد واحد السيد راح نوضو نوضو، قال له عمار المايسترو، قال له دوك قسمطيني جي لي، قال لي تعرفني، قلت له الله انا وانا عارفك ما والو، قلت له انا والله سمعت بك جيت عندك، قال لي مرحبا، اداني من تما، المهم رحنا من حرقت الطليان الطليان جيت لبلجيكا، لو كان نكملها لك اقسم بالله تتعب على بالي بلي تتعب، لو كان نكمل لك الحكايه من الزيرو تتعب تتعب. وصربيا مقدونيا هادو كيف فت عليهم؟ لا لا ما مشيتش الطريقه هذيك، انا ما مشيتش الطريقه، انا رحت للباترا، انا رحت لباترا، باترا كانت بكري، شوف دركا باترا كانت بكري بكري، كانت البور كان في واحد البلاصه عادي تسمى تقدر تخش له نورمال عادي في الطريق، جاي شغل الطريق هاي الطريق الكبيره والبور وصاي هذا المكان، دركا السيستم تاع دركا بدلوه داوه بعيد، داوه في الخرجه تاع باترا وداروا به شبايك وداروا الاسكانر، دركا صعيب اللي يقدر يبيع يروح من باطرة شويه صعيبه صعيبه بزاف، ماشي كيما بكري، بكري كانت سهله سما دي. كنت ساكن في واحد لوطيل كان مهجور الحراقه يعرفوا واحد لوطيل مهجور، ميم دركا انا رحت لاكريس وليت البلاصه اللي كديت الكوارت ودنيا، وليت البلاصه هذيك ودورت وحوست ودنيا، لوطيل هذاك كان واحد البابور اسمه برانديزي، كاينه بلاصه اسمها في برانديزي في الطليان، وهي اللي راه برانديزي في البابور هذاك اسمه برانديزي، المهم الحراقه يعرفوه، باقي نطل كيما هكذا والحراقه ديما يشتيو هذاك البابور برانديزي، بيسك انا خمس خطرات وانا نحرق، كي يحكموني في الطليان يعاود يردوني يحكموني برانديزي، هذا شغل مارشونديز ماشي فواياجير. طلعت فيه من تما خرجت رحت لنابل، نابل تلاقيت واحد جاري، ومن تما رحت عشت في الطليان شويه، عشت واحد الشهر في الطليان، ايوا جيت لهنا لبلجيكا، كي جيت لبلجيكا لهنا عشت مع واحد كشويه كتعرف ديباني عند الناس كذا، ديباني عند القسنطينيه كذا، ونعاد لي خدمه كيما هكذا، اي من بعد واحد الالجيروا كيما كتقابلت معاه، من تما تقابلت معاه كان جات بيناتنا واحد الحاجه كيما هكذا، المهم انسان كيعود صغير وما يعرفش ودنيا وجديد الحقره ديما يتحقر، راك تعرف العقليه اوروبا لهنا ما كانش لي يرحمك، امك هي اللي ترحمك لهنا ماشي هي.
مشيت كيما هكذا، رحت درت لازيل، لازيل تاع ديباناج برك، لازيل 6 شهور وفاق، قال لي انت كتكذب اخرج علينا. تسمو انا نافيغي 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 حتى ديت الكوارت، وما نكذبش عليك زادو عاودو هبطوني، هبطوني من بلجيكا، والله هبطوني من بلجيكا في 2010. استنى، كيفاش ها تندر، كيف درت كوارت، زوجت ولا شنو؟ ها زوج، شوف دفعت الكوارت، شوف اللي هنا ولا هنايا البلاجكا، شوف في درت زوجت كيما هكا، دفعت الكوارت، جبت الكوارت، درت لازيل، المهم ما قبلوليش لازيل هذاك، المهم دي باني 6 شهور ولا 7 شهور، وانا كنت ندور ساعه ساعه على هذيك، ما يعطيوني 5 اورو في السمانه، ما تكفينيش 5 اورو في السمانه، وكنت معناه ندور كاش. ها سمعنا كومبري بجاتو 5 أورو. 5 اورو ولا 5 اورو في السمانه، عطوني نسكن في واحد الفيلاج كده في بلجيكا، عطوني 5 اورو، و5 اورو وش اللبس صح، ترقد باطل تاكل، واش من ماكله عندها ما صاحبي، شي ماكله عندها فرماج، قتلني الفرماج، كرشي اقسم بالله ديما كرشي يابسه فرماج ودنيا، تعرف فرماج يا وهذا شغل خويا الزبدة بالمعجون في الخبز. هاك تعرف السيستم هذاك بلا ما نقول، فرماج الخبز الكتارتين ودنيا وكورني فليكس والحليب، المهم كرشك كانت كملتها قادرة 6 شهور تموت، ماشي من معيشة ايه هذيك. ما فيها بردة ما درناش. اه ما فيهاش، وانا كنت تما اونفيرس هنا البلاصه اللي نسكن فيها، كاين العرب كاين الساندويتش كاين كلش، و5 اورو ما تكفينيش. ايوا وليت نافيغي ساعه ساعه، ندي فيلو هاك تعرف، ندي فيلو وندي منا ندي منا انا، وغير باين نعيش برك، ماشي باين نربح والله حاجه قبل ما نتحل بسما يا خويا. من بعد تعرفت على الناس، وبديت نتعرف، تعرفت على المرأة تاعي اللي تعرفت عليها، كي تعرفت عليها دفعت معاها الكوار، جبت هذوك الكوار تاع من بلادك تعرف، وزارة الداخلية خارجية طبع دنيا، من هنا من هنا وصلت لهنايا، انا وصلت لهنايا وما قالوا لي ما نعطيوكش الدور، ما نعطيوكش الكوارت، راك انت راه حبيت دير مارياج بلون، أوه. والله قالوا لي انت، لا قالوا لي انت تكذب، حبيت دير مارياج بلون، حبيت تبروفيتي على المرأة هذه. يا ولدي قلت لك من مش بروفيتي، أحسن قالوا المهم لك؟ يدرك. شوف الزواج اللي هنايا في بلجيكا، شوف كاين، لكن شوف كاين واحد الطريقة زعما، كي تجي تزوج، شوف كي تجي تزوج كيما كان، لكن فوتوك البوليس فيديرال عرف بلي راك راح تسوفري، اسمع يجي يجيك واحد لونكات، الاول لونكات البلديه، كيفاش كيف عرفتها يفوتوك؟ كذا، لا ما كيف عرفتها، كيف تعرفتو، كيف هكذا، كيف هكذا، كيف تعرفتو، وين عرفتها، زعما هو يسقسيك، هي يسقسيوك انت ويسقسيوك، يسقسيوها هي كيف تعرفتو على بعضاكم، كيف 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 كيف، وابري يقول لك واحد شهرين نرد عليكم نعطيكم الرد. انا ما قالوش راه نعطيكم الرد، قالوا لي نزيد نفوتوك البوليس فيدرال، فيدرال يزيد يديروا اونكات كثر، بيسك حنا شكينا في الزواج تاعك. قلت لهم اخويا ماشي مشكل، ما يفوتوني من هنا، جاوني على 6 الصباح البوليس فيدرال، دوك على 6 والله 6 الصباح طبطبوا، لقيت مجي قال لك روحنا، داو بصموني بصموني وداوني فوتني نحكي، وزاد عيطوا للمراه تحكي، اي واحد الشهرين ولا عطونا روفي، قال لك هذا احنا شكينا في الزواج تاعكم، الزواج تاعكم ماشي اي بعض، تحت فيه مشكل كبير. دخلت معاهم في لاجيستي، دخلت معاهم في المحكمة، درت الطعن، درت الطعن تقريبا عام وانا نستنى في الطعن هذاك، زادوا عطوني ريغري روفي تاني عاود في واش هي، قال لك المحامي قال لك الحل اللي دير هو انك تهبط للبلاد والمرأة تلحقك ودير دير كيف اسمه الزواج تاع الزواج تاع البلاد، زواج بلاد ومن بعد تعاود دوموند فيزا شغل من الاول من الاول. وانا قلت انا صاحبي الحق ما نكذبش عليك، ما تقدرش الثقة، ما تقدرش الثقة بالمرأة قادرة تكون قدامك مليحة من بعد كي تغيب على عينيها، ما تعرفها انا ما نديرش كونفيونس، اسمح لي والله ما ندير كونفيونس. اي قلت لها، قلت انا ما نهبط ما ولا، قلت انا باقي لهنا نشوف كش ما يرزق ربي وخلاص، ما عليش المهم جات جات ما جات. يا خويا انا قاعد ندور كيما هكذا، ولقى الحناشي، لقى الحناشي كيما هكذا، وين نسكن انا خارج كيما هكذا، لقيت الحناشي كيشوفوا معايا، هما ماشي زعما بان النهار هذاك يهبطوني، يشوفوا معايا شكوكا، ندير الكرمو ندير انا ديك كابيش فوق راسي، ايوا فتشوني كيما هكا فتشوني، قال انت قالوا لي شكون انت، جبت لهم واحد الورقه باللي تاع الزواج هذيك تاع بلي شغل لادريس بلي نسكن هنايا وراني دافع للزواج، وك تعرف كيما هذيك قراها كيما هكا، قال لي تروح معنا الكوميسارية نديروا لك نفتشوك مليح بيسك شكينا فيك تبيع البيضه. قلت ما كانش مشكل دوك نمشي، قلت انا ما نبيعش البيضه بصح، انا قلت لهم جامي طايع البيضه، انا طايع على بالك عندكم على واه طايع هناك تعرفوني،
يروح المهم داوني كوميساريا من نانا 4 العشية ولا 5 العشية، قالوا لي انت تروح للسونتر فيرمية. قلت كيف؟ ومشاتني الخلعة هذيك راك تعرف، 4 سنين، 4 سنين اعتراف الزيرو. داوني للسونتر فيرمي، وبدك تعرف الجزائريين تما يقول لك ما يهبطوش الجزائريين، ما يهبطوش الجزائريين، ما يهبطوش. هي صح ما يهبطوش الجزائريين، بصح كي تكون عندك وثيقة تثبت بلي راك جزائري تهبط تهبط تهبط، ماشي تهبط. هو ما يهبطوش الجزائريين صح، هذا عندهم حق، بس على عندك حاجة تثبت بلي راك جزائري تهبط تهبط اخويا. هبطوني ديريكت من بروكسل لهواري بومدين ديريكت ب 10 اورو في الجيب، واعطاها لي واحد السيد والله اعطاها لي واحد السيد، قالوا لي تهبط. انا عندي واحد وشنو 4000 طيارة اورو هبط؟ حاطها عند المرأة وانا في ايرالجيري. دوك نحكي لك كيفاه، دوك نحكي لك كيفاه. انا طلعوني هكا البوليسيه، طلعوني هكذا البوليسيه، وعندها ربع بوليسيه، ربع شحال بوليسيه ريحت عندك وبوليسيه الصوتك؟ مغربي، شهرين ونص. السمانه الاولى، اها السمانه الاولى 15 يوم الاولى جابوا لي الطياره، درت لها ريفي ما قبلت. قالوا لي، قالوا قالت لي لاسيستون، قالت لي عاودي ريفي ما يدوك يطلقوك. اي سيدي درت لي ريفي ريحت قبل ما يلحق شهرين، قبل ما يلحق شهرين جاتني لاسيستون قالت لي صافي جابوك، جابوك الطياره مع اسكورت. قلت لها لا، قلت لها اسكورت في الجزائر ما يقبلوش اسكورت. لا قالت لي السيسي قانون هذاك تبدل درك عاد يقبلوا الاسكورت. انا عن شو طريق الاسكورت؟ الاسكورت تخلع فيا مع زوج بوليسيه، انا قلت بالك يتخلع فيا ولا حاجه. قلت له اوكي ماشي مشكل، شغل خفت وما خفت، قلت صاياك، قلت محال محال. اي داوني، داوني لبروكسل زافنتم، داوني لزافنتم كيما هكذا، حتى لقى زوج بوليسيه قالوا لي هادو البوليسيه هما اللي يروحوا معاك للبلاده. وانا في راسي ماشي ماشي مدير ماشي متايق، قلت سبحان الله ايه وتبدل القانون في زهري انا تبدله. المهم باقي يفتشوا فيا كيما هكا، يحلوا لي فمو زعما يقول كيفاش ما يدير ريزوار في فمو ولا حاجه، باقي يفتشوا كيما هكذا. شوف قال لي، قال لي البوليسي قال لي تريح معنا ترونكيل، تطلع في الطياره نورمال ما ندير لك والو. قال لي دير كيما حاجه راني ندير لك لي مينوت والسبت. قلت لهم اوكي ما كان والو، جهزوني بقيت نعيط كيما كان، ويديروا لي واحد السبته في كرشي كيما كان، يدخلوا لي فيها يديا ويلكمتوني كيما كان، طلعوني كي زلاميط، طلعوني ديريكت حطوني فوق الكرسي وانا نعيط. جاني داك اللي سوق الطياره، اش قال لي؟ اش قال لي؟ اقسم بالله منك، والله ما نكذب عليك، وكون نكذب عليك يزيدها، يزيد عليا ربي في عذابي. قال لي اليوم، اليوم تهبط بربي ولا بلا ربي، اقسم بالله هذا اللي سوق الطياره. ها واش قال لي؟ قال لي تهبط، بارح قال لي راه مسنيو، قال لي راه مسنيو عليك في البلاد، هك هابط هك والله هك. ما نعاودهاش الهضره دي، ما عنديش الوجه باه نهضر. هذا اللي سوق الطياره، هذا اللي راه متعمل على ربي بالناس، راه مديماري. واش قالها لي؟ والله يا خويا، والله والله ما نعرفك، لقينا غير هذا الشيء بيناتنا، والله قالها لي كيما هكذا. واش قلت انا؟ واش درت في راسي؟ ضربت في راسي، قلت منين انا هابط هبط البلاد يا اخي، قلت اوروبا سهله بربي ان شاء الله. هضرت المهم مع المراه واحد المغربيه بوليسيه، عطاتني التليفون، عيطت مع المراه قلت لها شوفي انا مهبطيني واش غنقول لك، لا عدتي كما يقولوا تحبيني والله حاجه راك تلحقيني، لا كاك ماشي مشكل كاك حتى مشكل السماح. المهم عندي، عندي واحد 4000 بيناتنا، قلت لها انا ما كانش باتيني نص دراهم اللي عندك وصافي خلاص. سلام سلام ربي يعاونك. المهم هذا هضرت لها، هذه المرة اي تاعك قلت لها اه معاها هذا كان عندي 18 سنه معاها يا خويا. من بعد قلت لها، شحال؟ قلت لها اوكي ماشي دقيقة دقيقة، 18. بوليسية المرة تاعك؟ لا لا البوليسيه اللي عطتني التليفون، بوليسيه مغربيه نهضر ايه مع المراه عطاتك تاعي. عيط. ايه مع المراه، بيسك المراه ما يخليوهاش تجي لزافنتم تشوفني المطار تشوفني. فلامو هي كوتي، فلامو هي ايه في الكوتي فلامو، اونفيرس، اونفيرس راك تعرفها نورمالمون. صح. سما المطار، المطار بصح المطار الهضره جاي في بروكسل، المطار جاي في بروكسل. سما الى جيري تهبط لبلجيكا نورمال. تهبط دار، تهبط عندك وثيقة باللي تثبت بلي راك جزائري تهبط. ايه صح حبيبي، راهم يقولوا بلي زعما الطياره ما تهبطش. لا طب لا وانت لا لا ملي تهبط، تهبط اخويا تهبط والله، تهبط والله، تهبط والله تهبط. هذه نحكي لك عليها في 2010، هبطوني انايا في 2010 ماشي دركا، في 2010 هبطوني من الجزائر، جبدوا الفوتوكوبي تاع الباسبور تاعي من لاكومين، وداوه الكونسيلات تاع الجزائر في بروكسل، جابوا لي سي باس الخضراء هذيك وهبطوني يا اخويا. عاد نقولها لك، عندك وثيقة تثبت بلي راك جزائري في بلجيكا والله تهبط. بارتو تثبت تهبط المهم صح؟ تهبط اها حاجة تثبت. كنت يا مخلي سيدي قلت دراهم ما قلت في البلاد، كنت مخلي دراهم في الدار. لا مخليهم هنايا في بلجيكا،
ما عنديش ايوه وقت خليني باش بعد نقرا. افوت ده 4000 ها. ايه ودرك ما المهم قالت لي انا نهبط، قالت لي ما تخاف ما، قلت لي اهبط دوكا انا نهبط موراك. قلت للبوليس هذاك، المهم قلت له مساح كي يهضر لي هذاك البيلوت، هضر لي الهضره دي. قلت للبوليس نحي يدك مني، قلت له نحي يدك مني، قلت له ما تجلسني ما نجلسك. قال لي شو، قال لي البوليس، قال لي شو، قال لي ما تتحرك ما دير لنا لا صداع لا والو. قال لي دوك انا كي نوصل للجزائر نعطيك 50 يورو. من عندي قلت انا تاني ها من عنده زعما ماشي من عنده، نورمالمون القانون يقول كيما هكذا، القانون يعطيك 50 اورو نورمالمون، بصح ولات الحرام داوها ما عطاوها ليش. واحد هكا لالجيروا لا ما عطاوها ليش، لا ما عطاوها لي. واحد لالجيروا تما تلاقيت هو تاني كاين في الانجليز، ومن بعد صرات له جاي رايح مولي الانجليز، ما عرف كانت عنده دوبلات، ما عرف كيف صرات له تشربيكه، وما عرف كيف صرات له جابوه. ما صلحتلوش، اي جابوه هبطوه، قالوا له تهبط ولا ما تهبط، قال لهم نهبط، هو عارف روحه باللي عنده كش مطره بالك يعاودوا يولي. المهم كانت يمكن يمدوا له واحد 1000 اورو، قالوا له نعطيوك 1000 ولا تهبط فولونتير، نعطيوك 1000 تهبط باللي سي باسي والمشاكل كاك، ما تدي حتى دور، تدي غير 50 اورو برك، فهمتني؟ بلا بفولونتير يعطيوك 1000 اورو، قال لهم نهبط فولونتير، عطاوه 999 اورو، 1000 اورو غير 100 غير اورو كيفاش فولونتير؟ فولونتير، يعني انا نهبط روحي بلا ما تهبطني، بلا ما تهبطني انت صافي، انا نهبط اعطيني روح شيلي البي وانا نهبط روحي فولونتير فولونتير. هولندا، هولندا يمدوا 2500 وفي بلجيكا يمدوا 1000، هذاك في الوقت اللي نحكي لك في هولندا يمدوا درك 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 يمدوا، تحب زعما كاين واحد حب يهبط فولونتير يروح لهولندا، بصح لازم يكون عنده لازيل في هولندا، بيمدوا لك 2500 فهمتني؟ كمل حبيبي، قلت لك اهبط، وبعد هذيك قلت لك هبط جلسي وهبط معك في طيارة واحدة. ها هبط معايا ذاك اللي كان معايا في سونتر فيرمي، هبطونا مع بعضنا، هبطونا مع بعضنا، كان معايا في سونتر فيرمي بعد، هو ضرب يمكن بالك شهر ولا ما با شهر ولا 15 يوم عرفوا تزيد، عنده عطاو. كش وثيقة، نعم عنده كش وثيقة. عنده، ها عنده جاب باسبور، لا كوبي تاع الباسبور، وباه يهبط فولونتير، هو حب يهبط فولونتير بلا ما قال ولا تربطني لا نربطك. هو طلع شوف، انا حطوني في الكرسي الاخر، خلاص طلعوني انا الاول، حطوني في الكرسي الاخر معايا زوج بوليسيه، وهو هو يطلع نورمال مع لي فواياجير نورمال عادي، يطلع نورمال عنده الورقه هذيك يطلع نورمال عادي، وانا بس طلعوني انا الاول، خرجوني من السيلونات اللي تحت هذوك واحد البلايص تما قدام المطار، السيلونات يطلعوك تك 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 يربطوك، يكون واحد ربع بوليسيه يطلع خمس بوليسيه شغلك يطاك ليه وكم ليه تك 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 تك، يحطك في الكرسي يقول لك شوف ريح، انا قال لي حطوه فيا وانا نعيط كيما كل، قلت لك هذاك السيد اللي سوق الطياره جاي من اللي قال شوف فيه جاي من اللي، وصل طلع عليك واحد يعني. الفرطاس كيما واحد الفرطاس كيما كان جا وطلق، وقال لي الهضره هذيك اللي قلتها لك، قال لي الهضره هذيك اللي قلتها لك، قال لي اليوم راك هابط كدا ولا كدا كدا، خلاص قلت نهبط من هنا يا اي بابا نهبط. المهم طار الطياره، نكمل لك كيف طار الطياره، هبطت ساعتين ونص ضربت، المهم في ذيك كانت عندي 4 سنين ونص غربه، طارت الطياره اخوي وتهبط يا اخوي يا بابا 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 بابا، ضربني واحد الشهوقه، كنت في الخضوره وضربتني، شفت لي ماتش تاع الجزائر كي 4 سنين ما شفتش الجزائر يا خويا، يا خويا يا خويا، كي هبطت الطيارة في الجزائر كيفاه. المهم معليش، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص ماشي كان نكره بلادي والله كيش حاجة. كمل حبيبي، من بعد هاتيك في الطيارة انت والسيد. السيد قلت لك دور معايا السيد كي يجي نهبطنا في مطار هواري بومدينة، خي كي تهبط في مطار في تهبط في المطار خي ماشي تخرج ديريكتوم، تروح تبصم شوية وتعرف تبصم تبصموا الدنيا ويسمعوك شويه وعطاني السيد 10 اورو، وال10 اورو ديك عطيتها للبوليسي، والبوليسي عطاني 100000 ولا قد كان اورو ديك في ديك 180000، كان ب 180000 الاورو في ذاك الوقت ب 18 100 كان الوقت هذاك. المهم عطاني 180000 ولا 170000، حطيتها في جيبي وجيت مروح يا خويا سلطان، وجيت مروح.